نحتفي في هذا العام بالدورة 21 لملتقى الشارقة الدولي للراوي، هذه الدورة التي ستحتفي بدولة رائعة وجميلة بموروثها الثقافي، متمثلة بالأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم نصر باعتباره الشخصية الفخرية، وأيضا تم تكريم الشخصية الاعتبارية وهو الراوي عبد العزيز العروي رحمه الله من تونس، وأيضا تم تكريم ثلة رائعة من كنوزنا البشرية الحية الذين يحملون في صدورهم هذا الموروث الثقافي وحافظوا عليه لينقلوه إلى الأجيال الشابة، تم تكريمهم في هذا اليوم. وأيضا يحتوي ملتقى الشارقة الدولي للراوي على العديد من البرامج الفكرية وعلى الجلسات الرائعة.